ما شاء الله الشباب لبسوا جاهزين كشافات. هذا لابد من اهم الاشياء بالنزول للكهوف هو هذا مهم جدا جدا. اي نبي ماء. طبعا لازلت انا بالفتحة الكهف الدحل هذا بدايته والشباب فوق يجهزون الإنارة. إن شاء الله نلقى في شيء يسوى بإذن الله. الآن أنا دخلت مقدمة الدحل أفم الدحل هذا هو. وهذا الدحل شوفوا طبعا مع الإنارة لو أقولها شفتوا حي من جاء. يلا حيهم. يلا ابو ديف اخلصوا يا ناس. اي والله غابت الشمس. انت يا محمد بس اشوى حصاو زين ذا حصاو قوي هذا الكشاف الكبير. ها جايب لي معي جايب ابو ديف برضه معي ماء وجايب ابو ديف بيض الله وجهك عطني اياه كفو. يلا ابو حمود يلا ابو عبد الرحمن اي ما جبنا عصا والله الحمد لا تصور ايه على فكره باخذ منك معلومه يا ابو عبد الرحمن لا ننساه ايه لا قربت. هلا ابو ديف هلا ابو حمود يا مرحبا يا ابو موسى ان شاء الله العده جاهزه الله يوفق ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ولعت الإنارة ان شاء الله تشوفونها الحين. طبعا حاطينها بشنطه الجعبه بالظهر هلا هلا بك يلا حي سمعت النخره تو لا تصير ضبعها الحين لا دخلنا. الله الله شوف الاضاءه حقتها الكهوف اللي هي الدحول تعطي لون وجمال الصراحة. طبعا تستهلك بطارية لكن شايلين بالشنطة بطارية. هذول الشباب ما شاء الله المدخل الآن لا زال جميل جدا. هذول باقي الشباب يلا هلا ابو زحف ولا ما تدري. الله يعيننا على الزحف زين. طبعا هذا مدى الرطوبة ايه ما شاء الله الكهف روعة لازال الطريق سالكة على ما يقولون ما شاء الله. شوف اللونين ذو هذا ياب يابس وهذا ندى. يلا يلا تعدي بعض الأماكن ليش اللي فيها تساقط أحجار من أخطر شيء بالكهوف هو تساقط الأحجار شايفين هذه المناطق هي اللي دائما واعرة بالكهوف عملية الزحف. والله أنا دي قاعد أصور ولا لا لكن أبلحق الشباب. شوف الوضع الآن. وراك يا أبو ديف. لا معرناية ما عليك. ما شاء الله. يلا أجي. يلا سمح الطريق. حتى ما يصير في تزاحم بالاماكن لا تدحم بعض او لا سمح الله لا حصل شيء واحد يرد الصوت اقل شيء. طبعا جينا هالمنطقه قطعنا المنطقه اللي تهو وقفنا انت نرتاح نتلين والان بدوا الشباب يزحفون ثاني مره عاد ان شاء الله نطلع بنتائج.
الآن الشباب في حالة اكتشاف سكر في تساقط أحجار قدامنا. واحد راح من هنا وناس راحوا من هنا حتى يشوفون معين الطريق السهلة حتى نقدر نمشي. هذه دائما من أوعر الأشياء بالبلة الكهوف في رطوبة رطبة هرضه خدينا نلقى باخر ومنقع ماء ثغب صغير ولا شيء. هذه اللي يقول تساقط الأحجار من القبة مع الزمن تتساقط بس ما في كلس زايد. ايه بس الرمل ايه غطاه. نعم هذه برضو منطقة تساقط أحجار. شوف الشباب هناك ما لقينا ابو كلس لكن ننزل للدحول ان شاء الله الكهوف اللي فيها جمال كلس باذن الله السنه ذي. ايه ما شاء الله شوفوا كيف البرواز الجمالي مع الاناره لداخل الدحل. طبعا الحمد لله على نعمتها الشوف. شفتوا الاناره شايفين الظلمة اللي به الله قولوا مين ينجينا من ظلمة القبر. شوف ما تشوف ايدك ترى ايدي الان قدام الجوال ما تشوفه نهائيا مرة. شوف هالحين ايدي هذه ايدي شوف اذا طفيت النور لا اله الا الله. طبعا الان شوفوا وصلنا ما شاء الله لا خشب داخل الكهف. يا سلام أصفى من عين الداب يا ابو. ها اي والله الأمطار هذه ايه قبل العام هذه اي نعم في رمضان قبل العام ما جاء مطر هالسنة. لا سبحان الله يعني هذا بكله 3 سنوات تقريبا سنتين في رمضان 442. الابيض هذا الكلس بدايه تكون كلس مع الرطوبه. تجد شوف المنطقه اللي تحتنا دي رطبه تبخر تكلس تسريب مياه ماء وملح وثاني اكسيد الكربون بعدين تتكون بالشكل هذا. عاد ما هي قريبه نلمسه كلس رفيع والله بالسقف. مان يا اخي رطوبته عاليه له 3 سنين ما جاوا السيل اكيد في خزانات خارج الدحل تسرب عليه رطب مره كانه تو سايل. نادرا ما نجد هالمنظر ذا الا لصار بعد السيل مباشره. منزلك يا ابو دين ايه اللي بيصور الطيحه انا مشغل يلا لا لا انت ايه يلا 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 ها ما طحت ايوه احلى عديت. هذا برضو منقع ثاني. لا لا زولي انا بكون راي سلامتكم منصور ومصور انا واصل مع الماء واصل مع الماء. سلامتكم منصور الشباب خط الرجعه انا رحت هناك اخر شيء الماء له يزود الماء صعب جدا وزلات والطين يمسك رجلي. الحين راجعين الحين الساعه 8:45 دقيقه الصبح. المنطقه ذي طبعا منطقه لزجه طينيه راح تخوض. لا لا زين انت بدك تصير بحفر ايه تمسك رجلك زي الشعب تخبر حقات البحر زلاق والله طعشور يرجع يقول يجوز العيد بلي حنا انكس. اي والله انكس تروح تضحك على المثل. ايه ارجع 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 ابن حلال والله يمسك الطين ما معنى حبال
لا 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 والله طين يا ابو. يلا رح بس. والحين وصلنا ما نقدر نصل اخر الكهف لانه مليان ماء الصراحة. انت بيبو بالغواصين اعز الله، لو معنا عدة الغاطس كان فرصة. اقل شيء سنوركل، لو معنا سنوركل. طيب ممكن انه اللي تعدينا هناك يخبل، يعني هذه حفرة وانت عدى ندخل مع الفتحة هذيك، ايش رايك؟ تبون ندخل معنا بس جرب؟ تبون نجرب؟ جربنا نفسخ ونجرب. طبعا ابو عبد الرحمن اخونا صاحب الخفيري كان يصورنا يتحرط طيحة بالماء. ها اي والله ما شاء الله فوق. امسك السقف، ترى السقف قريب يهون على التصوير. يلا انا قاعد اتحرط طيحة. فوق فوق يا ابو عبد الرحمن، السقف السقف. ايوه السقف لازم تظل جوا. لا ايه لا ما عاد زين. لا لا زين. احلى عاد. انت برضو ذا زلق، ذا زلق. انت انت طبعا بدينا طريق العوده الان، لقينا باخر وماء وبيبدي ابو ديم يزلق وصوره واثري زلقت انا وصورا انفضحت. لكن اعطانا المقطع نزلت لكم الله يعين. لا ما يعيش بشيء ذا بعيد. ها لانه يا علم هي لو يلا احذر. ايه ترى ماده دسمه للاسنان. عز الله. شوف شوف يلا الان قديم والاصرار طبعا معروف انت ابيض واصفر شو يقول له بالرحلات بالاصرار. ها ايه هذه هي اللي من يدنا بس هذه نقدر ذكرنا احنا صغار ناخذ بالما لا جاء المطر. يلا يا ابن حلال تعال بس يكفي. أنا وقفت أريح مدخل الدحل، لكن تكرمون تكرمون تكرمون. شوف أثر الزلقة بالطين بلمة داخل الدحل. يلا نغير، هواية جميلة هذه خاتمتها. شوفون طبعا طريق العودة الآن طريق الخروج. دحل جميل بس ما وجدنا فيه بعض المتكونات، نجد إن شاء الله دحل ثاني كهف فيه أشياء نشرح عنها. ما ودي أتكلم عن الكهوف لأنه ما وجدت الشيء، خلي الشيء على الطبيعة، اللي لقينا الشيء شرحنا عليه. أبو محمد سهل الزاح. إيه على أيديك. رجعنا نحبي. رجعنا نحبي. إيه والله نحبي. احبي يا ابني احبي. أم زلقتي بلمت هاو. اي والله كم صبر. الحمد لله على السلامة. ابى اضحك عليك وانت تطيح. وطحت انت صورتك. يا شيخ. بتدخل انت تصور انا عشان تدري اني بطيح. ايه. بس ما تشلون انت مسكت ترى صلالة ندربتها ان الزلق بصلالة ندربها شوي. يا شيخ. هذه كاميرا حطيتها. ايه. قبل المغرب البارح. ايه. تصور مدخل الكهف. وش يدخل بالكهف بالليل؟ بالليل. هذه إذا جاء شيء يتحرك قدامه تصور. يا سلام. صريته وحين فكيته ونشوف إيش داخله. إن شاء الله. بإذن الله. الحمد لله على السلامة يا شباب. أم شباب. يعطيكم العافية. يعافيك الإبلاغ. يا هلا والله أبو منصور. هلا والله. كثير من الناس يقول بنروح معكم رحلات، أحس بالدعوة كشتة. ما أدري.
هذا عاد الاغراض. هلا والله. لا تعبت يا ابو محمد. دحل حليو ابو ماء. طبعا اول ما تطلع من الكهوف حاول انك ما تطلع على طول على الفتح، لان يصير الهواء بارد وانت عرقان. كثير تحصل مع الناس عرقان يصفك الهواء، تخبره الانفلونزا ومشاكله وكذا. فحاول دائما انك ما تقعد هنا، تريح مدخل الدحل بفمه الي ما يعني تنشف شوي، لانه داخل خاصة الدحل هذا القناب رطوبة عالية، رطوبة عالية. فدائما حاول انك ما تطلع على طول.